في مبادرة جديدة أطلقتها وزارة الصحة والسكان طبعا، وإحنا سمعنا عنها كتير على مدار الأيام الماضية. كنا لسه الأسبوع الماضي بنتكلم مع حضراتكم على موضوع الزيادة السكانية، وإنه عمرك ما تقدر تتكلم على تنمية وبناء حقيقي لهذا المجتمع دون أن تواجه الزيادة السكانية. ودايما لما بنفتح هذا الموضوع يعني بنستشهد بكلمة الرئيس لما قال إنه الخطر الحقيقي، الخطر القومي على البلد دي، على بلدنا، حاجتين: الإرهاب والزيادة السكانية طبعا، لانه هتلتهم اي مشروع، اي حاجه هتعملها تلتهمها على طول. وزاره التربيه، وزاره الصحه والسكان اطلقت مبادره في محاوله منها انها تواجه الزياده السكانيه، وعملت زي تقرير عن الخطوط العريضه كده للحمله القوميه، هي سمتها حمله طفلين وبس، عشان نحاول نظبط معدلات النمو السكاني. عنوان الحملة تحديدا: تنمية مصر طفلين وبس. دي تم البدء في تنفيذها بالفعل وفق أولوية بتستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر احتياجا اللي فيها معدلات نمو سكاني أعلى وبها مؤشرات سكانية طبعا غير منضبطة. وكان طبيعي أن احنا نبدأ بهذه المحافظات، لأنه في الغالب المحافظات الأكثر احتياجا بيكون نسبة التعليم والثقافة والوعي الثقافي فيها أقل، فانت محتاج قوي انك تعمل لهم حملات تستهدف التوعية بالقضية السكانية، تشرح لهم كده كل جوانب القضية، نتكلم معهم على موضوع العزوة، الكلمة اللي احنا يعني وصلتنا ل 105 مليون النهاردة ولا 104 مليون النهاردة، كلمة العزوة، وانه يعني اي حد يتمنى ان هو ربنا يبقى كرمه ب 20 ولد وبنت، لكن الحياة وظروف الحياة وطبيعة الحياة دلوقتي ما ينفعش معاها كده، وانك لو ربنا كرمك بطفل او اتنين بس تربيهم كويس وتعلمهم كويس وتأكلهم كويس احسن بكتير قوي ما يبقى عندك 4 5 6 اطفال ومش عارف تصرف عليهم ولا تعلمهم كويس. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير اللي عدوا لنا زميلنا عبد الله منتصر عن هذه المبادرة، مبادرة وزارة الصحة والسكان تنمية مصر طفلين وبس. بين فترة وأخرى تظهر مبادرات وحملات لوزارات وجهود لجمعيات أهلية لكبح جماح الزيادة السكانية. طفلين وبس حملة أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع عدد من الوزارات وفقا للاستراتيجية السكانية 2030 في محاولة للسيطرة على الانفجار السكاني. احنا محتاجين المبادرة تكون قوية جدا جدا، ومع المبادرة لازم يكون في تحفيز من ناحية، ولازم يبقى فيه كمان عقوبات من ناحية، لأنه الطفل التالت ده، التالت ده مالوش ذنب إن هو يجي يلاقي هذا الزحام وهذه يعني هذا التلوث المناخي. العالم كله بيتكلم على التلوث المناخي، وإنه إحنا على فكرة يعني بنزيد كل سنة 2.5 مليون. تعد طفلين وبس مبادرة تنموية تهدف إلى مساعدة السيدات للارتقاء بالمستوى المعيشي، وتنفذ الحملة بمشاركة أكثر من 5000 مركزا طبيا و14 ألف رائدة ريفية والفرق المركزية لتنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة. أسرتك بتتكون من كم فرد؟ من 4. عندك قد إيه من الأولاد يا حاج؟ عندي 5. 5 نوتي وذكرين. بس في ناس تقول لك لا انا عاوز يعني يبقى عندي عزوه 5 و6 و7. والله كل واحد حر بقى في تصرفات، هو اولى، هو اللي هيصرف. بتقولي ايه اللي بيخلف 5 و6 وعايز يخلف كمان؟ لا ده الله يعينه. عندي 9. عندك 9؟ اه. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. انت مع اللي بيقول لك يعني اللي هي العزوه؟ اه طبعا. مش مع طفلين وبس؟ والله دي بتاع ربنا بقى، سبحان الله. يعني بيقولوا طفلين وبس، واحدة بتجيب 2 و3 و4 في بطن. بيقولوا مثلا لو 2 هيبقوا كويس تقدر تعلمهم كويس والدولة تقدر تصرف عليهم ويبقى في تنمية شاملة، ايه رأيك في الموضوع؟ احسن برضك عشان غلو المعيشة وكده. هو طبيعي في الغلاء اللي احنا فيه، في الغلاء اللي احنا فيه هتعمل ايه؟ هم 2 يقف. عندي 3 اولاد و4 اولاد جوزي. في مبادرة بيقولوا طفلين وبس، انت مع المبادرة دي؟ ايوه معاه. لا ما ينفعش، العيال عزوة. تقول ايه اللي بيخلف 7 أو 8 ويقول لك دول عزوة؟ لا هو متحمل مسؤولية كلامه، لأن الأسرة بتختلف من أسرة لأسرة من ناحية الغنى أو الفقر. يعني لو عنده استطاعة ماشي، ما عندوش ربنا يعين. هيبقى في رعاية أفضل لو 2 بس؟ أيوة طبعا، يرعاهم صح ويعلمهم صح ويعمل لهم مستقبلهم وكل حاجة. يعني تعرف تعلم، تعرف تأكل، تعرف تشرب، تعرف تعمل أي حاجة لصالح الأسرة قبل الدولة، لأن الأسرة هتجيب منين أصلا؟ الأسرة ما فيش داخل.
تعدادنا في ارتفاع، تعدادنا مش في انخفاض. الصين عملت اجراءات انه اللي يزيد عن عدد 2 في اجراءات، تصل الى غرامات، تصل الى ضرائب مرتفعه، تصل الى حبس. فاحنا هنا هنشوف، هي الفكره حلوه لكن تطبيقها ازاي، المهم اليات التطبيق ومدى اقتناع الناس بيها وتسويقها ازاي. الحقيقة طبعا وبدون أي قصد والله لا سمح الله، مش سخرية ولا حاجة، كل ضيف بيتكلم لأن كل إنسان على قدر يعني ثقافته ومستوى التعليمي، فيعني والله ما سخرية ولا تريقة، بس التقرير كلكم والمواطن الكريم الجميل قوي اللي بيقول يعني أنا عندي 5 نوتي واتنين دكورة، حاسس إني بتكلم عن استاكوزا حاجة. بتمسك الاستاكوزا وتشوف نوتي ولا لا، الثقافة دي لازم نغيرها ولازم نشتغل عليها، ومحدش قال ان هي مش هتاخد وقت مننا، لانه يعني حضرتك شايف بيبقى مواطن تعبان وطلعان عينه وحالته الاقتصاديه والماديه سيئه جدا جدا، يعني ربنا وحده اللي عالم بيبقى عايش حياته ازاي، بياكل ولاده كام طقه في اليوم، مش قادر يدخلهم مدارس، وبرضه تساله مصمم يقول لك عزوه، ما اقدرش الا العيال العزوه، لا اجيب 4 و5 و6، لا دي ثقافه لازم نغيرها، لازم نتكلم فيها في الإعلام ومع الناس في الشارع، وحقيقي لازم والله ننشر هذه الثقافة، لأنه ما ينفعش نستمر بالمنظر ده. إحنا كتير قوي ما شاء الله طبعا، بس إحنا بقينا كتير قوي. خلينا نقدم تقرير تاني مهم.